السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقول للرجال الشرفاء الذي خرجتم المملكة اليهودية السعودية، أحب أقول لكم أنهم خرجوكم لأنهم خايفين منكم، لأنهم مرعوبين منكم، مرجفين منكم، قلقين منكم، ما قصدكم. الآن في أمراء وفي ملوك من آل سعود ما بيدك شنو، هايم لا نايم ما بيدك شنو. عيون محمرة هذا قلق منك، خايف من أي يمني يدخل إلا غرفة النوم، قلق يسمع كلمة اليمن ويتبول. أمراء من آل سعود ما حب يرقد إلا بحفاظات. شوي أمراء تتخلى زودك عزيف فوق السرير ودفع لك غربة ودرود ركب لها حفاظة، قلق قلقين من اليمنيين مفلوجين كارح قلوبهم. برغم الإمكانيات الشحيحة الذي مع اليمن ومع ذلك انتصروا، قلقوهم رعبوهم، استخدموا أقوى الأسلحة في العالم، ومع ذلك اليمنيين ما زالوا موجودين موجودين. قهر قهر يوميا هم بيدلكموا رسوم عرض الجدر، مقهورين. فلذلك هم خرجوك من المملكة اليهودية السعودية لأنهم مفلوجين مقهورين منك، قلقين خايفين منك. أيوة، لأنك رجاء، لأنك شريف، لأنك يمني معك تاريخ ومعك حضارة، ما مش معهم لا تاريخ ولا حضارة ولا معهم شيء، وغير تابع يهودي عرقي يهودي صيبي يهودي. هو حدا عند اليهود، اليهود بيلبسوه يتواصلوا به فقط لا غير، بينفذ أجندة لليهود، اليهودي عرق اليهودي. أنت يمني افتخر، كم ما جلست عاد رجع تسع على رقبتك، كم ما جلست عاد رجع لأرضك، أرضك سعودية حكنا، سعودية حكنا وعاد رجع السعودية حكنا. طبعا أنا بنخص أسرة آل سعود اليهود، اليهود أما الشعب السعودي المغلوب على أمره الذي بيكتبوا اسمه في الجواز تابع آل سعود تابع. أنا داري إن أنتم مقهورين منهم شعب السعودي. أنا أما آل سعود الأسرة النجسة هذك الذي شمها لهانة، شم الجيفة حقها لهانة، هذك هي الأسرة التي هي مرجفة الخايفة، قلقة قلقين من اليمنيين قلقين. فخرجوكم لأنهم خايفين منكم، خرجوكم لأنك أصل شريف، لأن معك تاريخ، لأن معك حضارة، هم ما بيسمعوا ولا حاجة. حاول يخرب حضارتك كلها وما قدرش، ما قدرش. طبعا أنا لما نتكلم على اليمنيين الشرفاء، الشرفاء الذي في السعودية الشرفاء، أما المرتزقة الأنذاء الذي باع وطنه وعرضه وشرفه الذي وقع، هؤلاء أجلسوا جزمة طول حياتهم، طول حياتهم وهو بالجزمة، ما مش الأم القيمة. شنو كان بيستعبدوكم الآن؟ شوفوا كان بيحتقروكم الآن، كنتم من أول ميزوكم غير شهر، شهر فقط لا غير، والآن بتموتوا جوع، بيهينوا أبدكم، بيخلفعوكم بالصنادل. وهم شوي مسومين آل سعود، شوف كيف الباري بيشل حق، مسومين كلهم الملوك من سلمى لا آخر جزمة لا آخر حذاء. الحشيش الهروي الحبوب الحراء ما دفع لك التريليونات، ما دفع لك المليارات وانت بلت. الهروي مفلوجين ان اليمنيين معهم تاريخ، تاريخ اليمن القديم من الألفية الثانية قبل الميلاد إلى القرن السابع، تاريخ يتناول الحضارة الصيادية،
في بلاد اليمن ثلاث مراحل، تنقسم التاريخ اليمني إلى ثلاث مراحل، ثلاث ممالك: مملكة سبع، ومملكة حضرموت الذي هي فترة الدولة المستقلة، ومملكة ومملكة كتباء نمعي، ومملكة حمير. ما معكم من مملكة، كذب في كذب، مش معكم تاريخ. والله ان المقلة الذي بين سلت فيه انه اقدم من مملكتكم. المقلة الذي بين سلت فيه المقلة الصعدي، وسيروا اسألوا وشدي لكم رقم المقلة واستفسروا واي حاجكم على التاريخ، وارجع يكسر في تيروسكم. تخرجوا العامل المسكين الذي لو ما حداته ان انتم مش انتم عايشين. كل واحد غير جالس جنب مرته وبدركانه على العامل اليمني هذا الذي بيشكي، الذي بياكلها من حرق جبينه. يا آل سعودي يا كم من نذر، واجهوا يحاربكم جيش حافي جاوع، وبيحاربك وبيرعبك وبيخليك كلك، بيخليك ترتعش وسط قصر حقك. يا باي غلق الشبابيك، غلق سحب النون، هم زي يدخل لك. ما اذكرك هذا غضب من الرحمن الرحيم، غضب قد معك طائرات، قد معك دبابات، قد ما قدرت تفعل شيء. يا فاشل. حافي بيلعبوا بكم لعب. الباري بينزل غضب من عنده. لعنة الله عليكم، قبحكم الله قبيحة، عذبتوا الشعب اليمني. الله يصيبكم، الله ينتقم. قد الباري خبر، أقسم بالله أن مفلوجين مننا، هم الآن مفلوجين مننا. يقول لك الشعب اليمني برغم ما بنضربه، برغم ما بنحاصره، وعايش موجود. القلق الذي كان المفروض أنه فينا، والخوف الذي هو المفروض أنه فينا، أرحم الراحمين نقل فيكم، لأن أنتم كنتوا فاتحين الواي فاي فنقل فيكم. الآن أنتم مرعوبين، قلقين يا جزمات. الله يصيبكم، الله ينتقمكم. أحب أقول للشرفاء اليمنيين العمال اللي خرجوهم من المملكة اليهودية السعودية، عاد ارجعوا قريبا واتسعوا على رجالكم قريبا. سلام الله عليكم.